عشرات الشوارع التي تحيط بالمسجد الحرام تمتلئ بالقادمين إليه قبل كل نداء. السعيد منهم من تمكن من الوصول إلى داخل الحرم، لكن ذلك من الصعوبة بمكان. مع النداء تغلق السلطات الأبواب الخارجية للحرم، وعلى من يريد الدخول أن يأتي قبل ساعة، وكذلك يفعلون. بعد النداء تأتي الطهارة. يكتظ عشرات الآلاف في الساحات الخارجية للوضوء، أعداد مهولة تتوضأ في وقت واحد. وبينما تكون الجموع مندفعة متحركة مبعثرة، تأتي كلمة واحدة فيكونون في غاية النظام. قد قامت الصلاة، قد قام. ملايين من بني البشر تنتظم كأنهم رجل واحد بكلمة واحدة، يصلون كما كان النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي. في الصلاة داخل المسجد وفي ساحاته لا فرق بين رجل وامرأة، الكل سواء في مشهد تندر مشاهدته في أي مسجد آخر، الرجال والنساء جنبا إلى جنب، وكذلك الحال في الطواف. السلام عليكم ورحمة الله. حين تنتهي الصلاة ينتشرون وتبقى مسيرة السلام. الصلاة أكثر ما يفعله ضيوف الرحمن هذه الأيام، وأنهم يتفقون مع جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم أنهم إن أرادوا الصلاة توجهوا إلى بيت الله العتيق. عامر الكبيسي، الجزيرة، من المسجد الحرام، مكة المكرمة.